خليت مسومة في المطبخ. تعملي ايه؟ ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. قبل اي حاجة ننزل نشترك ايه؟ في القناة ونفعل الجرس وندوس لايكات كتير على قد ما نقدر بالظبط كده، عشان عايزين نوصل ل 120,000 في اقرب فرصة. بسرعه والنعم. طبعا الاستاذ القحطاني النهارده ما انا بقول له زي ما بقول له كده، ما انا جعان، انا جعان والله. ايه هعمل له النهارده؟ حمام. عز من يجينا هعمل له النهارده. مفيش معاه حته لحمه والله، ما انا بقول له حته لحمه معاه. زهقتني في عيشتي اصلا. لا والله يعني اللحمه وحش. بص 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 يعني اختار حاجه بقى. اختار حاجه. انا زهقت. زهقتي؟ طب انا عندي فكره. وبصي بدل ما انت اكرمتي القحطاني وقلت لها هتعملي حمام، انا يا ست شكلك تعملي حاجه. تعالى اعزمك. احلف بالله عشان تشوف بس ان انا والله اعزمك بره، مش قدام الكاميرا. والله العظيم اعزمك بره مش قدام الكاميرا. انا بس تقفل الكاميرا وتقولي لا. وانت عارف عني كده؟ انت عارف عني كده؟ طبعا. ايوه استني بس بلا طبعا. انتوا مش ملاحظين كده؟ استنى بس، انتوا مش ملاحظين حاجه؟ ايه ملاحظين ايه؟ اللي ملاحظ يكتب في كومنت. ما تقولش. يلا ايوه. انتوا مش ملاحظين حاجه؟ انتوا مش ملاحظين حاجه؟ لا مش ملاحظين. ملاحظ حاجه يقول. ايوه يلا قول. انتوا ملاحظين؟ قول. خلاص هعزمك والله العظيم هعزمك والله. طب خلاص هوثق. هصور. خلاص والله العظيم. حاضر. وايه تاني؟ وملوخيه؟ خلاص يعني انا عازم. الاكل اللي هعمله هتجيبه لي؟ هعزمك والله. احلف. والله العظيم هعزمك. احلف. والله العظيم. ربنا هشهدهم عليك. خلاص والله العظيم هعزمك والمصحف خلاص. طيب. وانا ارجع في كلمتي؟ حمام ملوخيه؟ لا بس ما تشطحيش قوي. ها ماشي. حمام قدامكم اهو. انا بص عشان تقول كاني وماني بس عن شرط. بص انا هعزمها النهارده. لو كنتي ده ما طلعش فيه اكل وما تقولش عارف ان هو ضحك عليا. لا لا والله العظيم هعزمك والله العظيم والله. بس هعزمها بس مقابل على حاجه واحده، مقابل ان هي تعمل لي فته بس بكره يوم تاني وهصور او بعده تعمل لي فته. خلاص والله هوثق. اوكي ماشي خلاص. لحمتين. البنات جم المدرسه نايمين فانا المفروض كنت اعمل اكل عشان يصحوا. لو اكل فخلاص انا اهو رحمتك من الاكل انا هعزمك. خلاص يلا بينا. يلا بينا. الحمد لله بعد ساعة ونص في الطريق وصلنا. احنا في اكتوبر الجديدة وجينا فين الحلمية. هي عايز تاكل من عند في الحلمية عند واحد زكون. معين. شوف بقى مشوار بعيد. جينا مع ناس اصحابنا هنا. اتأخرت ولا ما اتأخرتش؟ اتأخرتش. جينا مع ناس اصحابنا هنا اكلنا معاهم جربنا بجد الاكل تحفة. انا لما بوفي بوعد. ساعة ونص اقسم بالله في الطريق. فيلا بقى انا هفاجئكم دلوقتي. هوريكم كل حاجه. هفاجئكم دلوقتي. هلف لكم الكاميرا وهوريكم. بص محمد نازل بالشورت. المحل اسمه ايه؟ حياتي التكيه. جامد بجد تحفه. احنا هنا في الحلميه. شويه حلوين. بالنسبه لان احنا كنا بنجيب اكل فجاه لقيت دي على الطابلو بتاع العربيه. والله العظيم لقيتها كده على الطابلو. انا مش عارفه جابها امتى وازاي. مجنون صح؟ حياة ربنا مجنونة. الأمر بتحرجني. لا الأمر انبسطت. حبيت. استنوا بقى نروح البيت عشان أوريكم إيه الأكل عشان كده يبقى هو وفى بوعده ولا لأ. أنا معرفش هو طلب إيه. وعلى فكرة جاب لي سندوتش أكلته ونسيت أصور. أيوة. يعني أكل وهدية. زوج الحنان رز. استنوا بقى في البيت عشان اوريكم يعني هو جاب ايه. وقف بعده ولا لا. والله واكلت سندوتش ضرب بس انا نسيت اصور. معلش هنلتقي في وصلنا بقى يا حلوين. وصلنا. وصلت انا. هات لي الشنط بقى عشان اشوف انت ايه جايبين. نشوف بس المفرش. على فكره عايز اقول حاجه يا جماعه. أيوه. والله العظيم ما تعرف انا جايب لي حاجه. والله العظيم ما اعرف ولا اي حاجه. بس انا قلت يعني عشان انا وعدتها النهارده ما انت هات لي كوبايه. لا انت هات الشنط وانا ايه يعني هتكشف. على دي البدايه الشنطه كلها سلطه. لا يا قلبي والله ما حاجه. ميه السلطه يعني انا اخبط المشوار ده كله وفي الاخر ما لقيتش حاجه عدله. بس هم هيقولوا في الكومنتات ان انا تعبت ولا ما تعبتش. والله العظيم تعبت. والله تعبت. كفته. ده طرب. ايه ده؟ طب ما انت اكلتني سندوتش. لا 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 والله ده غير. ايوه. وانت وريتيهم البرفان؟ لا وريتهم. وريتيهم البرفان؟ وريتهم خلاص. وريه كده؟ لا والله اهو بصوا بجد. ايه ده التكلفه دي؟ ايه ده؟ ايه هو يا قلبي؟ لا لسه هوريكم دلوقتي كل حاجه. بصوا انا عايز اقول لكم على حاجه عشان تشوفوا ان انا صارف ومكلف. صارف؟ لا سيبك من صارف ومكلف ده. قلبتها على انك بتذلني. انا كده
انا كده انا حاسه. لا ايه ده يعني ده انا قاعد انا حتى كنت عامل لك مفاجاه تاني. لا مش جبت لك برفان اهو تاني. ايه الستات دي؟ بس يا جماعه بس يا جماعه بس الجمال اهو. قلت لك صرف ومكلف والكلام ده عشان انا ايه، هي عماله زي ما انتم شايفين كده ما حدش يقدر يتكلم معايا. بس بذمتكم ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ ايه؟ ايه رايكم؟ حمام حمام يعني. ايوه خش عليا بالكوبايه يا ساندي، خش عليا ساندي قول لهم ازيكم عاملين ايه اخباركم ايه؟ بصوا يا جماعه الحمام يا جماله، بصوا الحمام حلاوته خليت مش حلوين ايه؟ عشان بس ما حدش يقول لي ان انا صارف ومكلف وربنا. واحد عشان انا مش عارفه افتح. خلاص افتحي وبعد ما تخلصي اوريهم. ماشي بصوا بقى يا جماعه، ده الطرب ودي الكفته، وانا انتظروا مني الفيديو الجاي هعمل له الملوخيه اللي باللحمه. لا انا مش على كده، بس انا عايز اقول لك على حاجه، يستاهل ان انا اوديك المشوار ده ولا ما يستاهلش؟ بجد يستاهل. ايه رايك؟ بجد بجد انت فرحتني، فانا فرحك الفيديو الجاي هعمل لك الفته باللحمه. خلاص انا حبيت بس اقول لهم كده. انا صدقت يا جماعه، رحت جبت لها كل اللي هي عايزاه اهو، وجبت لها على فكره برفان. بتعمل ايه؟ ماشي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهو، صدقت وزي ما انا وعدتكم ووعدتها وصدقت، عشان هم مش مستنيني. مش يا ست استني بس اخلص الفيديو. مش مستنيني زي ما انتم شفتوا كده يا جماعه، انا صدقت بوعدي وجبت لهم الاكل اللي هم عايزينه. استنوا بقى الفته اللي هي وعدتني بيها ليكم، مكتوب لها في الكومنتات ايه تستاهل يا ابو كحاتين. ماشي زي ما انتم قدامكم يا جماعه قالت، وانا هصور لكم لو عملت لي فته باللحمه اللي انا كنت عايزها. عجبتكم؟ يا بتنسوش تعملوا لايك، لايك واشتراك يا جماعه. اشتراك وقولوا لي ايه رايكم في الاكل عشان اكتب لكم اسم المكان فين. مكان تاني على افكار نعملها لكم. يلا يلا، مع السلامه. باي باي.